السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد هنتعرف فيه على أفضل 5 عربيات مستعملة في السوق المصري قبل ما تشتري وتتعور. كتير من الناس بيدور في السوق المصري على أفضل الموديلات في ظل ارتفاع أسعار السيارات الزيرو اللي أجبرت الكتير من الناس إنهم يدوروا على المستعمل بس يكون بإمكانيات مناسبة ويلبي حاجته من الكفاءة والسرعة، وده بيتوقف طبعا على حالة السيارة وسعرها. لتنتمي الخمس عربيات اللي هنتكلم عليهم النهاردة لعلامات تجارية فرنسية ويابانية وكورية، وأسعارها بتتراوح ما بين 140 ألف إلى 250 ألف جنيه. أول عربية هنتكلم عنها النهاردة هي الهيونداي الانترا. بتعمل هيونداي الانترا بطرازاتها المختلفة بمحرك 1600 سي سي ونقل حركة يدوي وأوتوماتيك، والسيارة بتتمتع بشعبية كبيرة في مصر ومزودة بكتير من الكماليات، أبرزها تكييف هواء ومدخل توصيل AUX USB وإزاز كهرباء. أما على مستوى تجهيزات الأمان ففيها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي وفرامل ABS. بتتوفر المئات من طرازات هيونداي الانترا بفئتيها الـ HD والـ MD، وبيتوفر في السوق المصري موديلات من 2011 ل 2019 من 180 ألف حتى 250 ألف جنيه. بيحدد السعر بتاع العربية حالتها الفنية والكماليات اللي فيها وسنة الصنع، إضافة إلى حركة المبيعات في السوق. تاني عربية معانا السيارة رينو فلوانس. العربية دي طراز 2011 لحد 2013، هي في الشريحة السعرية بمتوسط 200 ألف جنيه. بتعد فلوانس من أكتر العربيات رفاهية في الشريحة السعرية دي، وهتلاقي فيها حاجات مش موجودة في عربيات تانية زي تكييف هواء أوتوماتيك وخاصية تشغيل وإيقاف المحرك بضغطة زر ونظام ملاحة وحساسات ركن وإزاز كهرباء بلمسة واحدة ومدخل AUX USB وخاصية التوصيل اللاسلكي بلوتوث وكاميرا خلفية ومثبت سرعة. وفلوانس زودت بوسائل أمان أبرزها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني الفرامل EBD. العربية اللي بعد كده معانا ميتسوبيشي لانسر، ودي مقدمة من شركة ميتسوبيشي اليابانية، بتحظى بشعبية كبيرة جدا في السوق المستعمل المصري. وبتتوفر سيارات ميتسوبيشي لانسر في السوق المستعمل موديلات بتمتد من 91 حتى 2017، إلا إن الإقبال طبعا كله أو الأكبر على الموديلات المصنعة في الألفية الثالثة. يبلغ متوسط أسعار لانسر موديلات من 2011 ل 2016 ما بين 190 ألف لحد 240 ألف جنيه، وطبعا اللي بيحدد السعر هنا هو سنة الصنع وحالة السيارة العامة. العربية اللي بعد كده معانا هي الكيا سيراتو. بتعد السيارة الكيا سيراتو أبرز سيارة في العالم وأوسع انتشارا وخاصة في الشارع المصري، نظرا لما تقدمه من خصائص ومميزات بيبحث عنها كتير من السائقين وأصحاب السيارات. تتمتع العربية سيراتو بديناميكية جيدة وأداء عالي ومظهر خارجي شبابي وبيدل على رقي وفخامة، وما تحمله السيارة من الداخل من مواصفات فيها تكييف هواء، مدخل AUX USB، حساسات ركن متوفرة في الفئات الأعلى، إزاز كهرباء بلمسة واحدة. طبعا على مستوى تجهيزات الأمان زودت بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل منع الانغلاق ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD. تتراوح أسعار طرازات كيا سيراتو طراز 2009 ل 2013 في سوق المستعمل ما بين 180 ألف إلى 220 ألف جنيه، وبيحدد السعر طبعا زي ما قلنا الحالة الفنية للسيارة وحجم الكماليات وسنة الصنع. العربية اللي بعد كده معانا هي النيسان صني. النيسان صني فيها محرك 1500 سي سي ونقل حركة أوتوماتيك من 4 نقلات بقوة 108 حصان. بتتميز العربية دي بعدد جيد من التجهيزات الأمان، فيها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS وتوزيع إلكتروني للفرامل ABD. وبتتربع العربية دي على عرش العربيات الأكثر مبيعا في مصر بطرازاتها 2016، سعرها يتراوح من 140 إلى 180 ألف جنيه، وبتتحدد طبعا حسب الحالة الفنية والكماليات. وفي نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.